اول ما بنتكلم عن الفالنتاين اول حاجه بتيجي على بالنا الورد والهديه والقلوب الحمراء او سيل الكوميكس اللي بنقعد نتريق فيه ان في ناس مبسوطه وان احنا ما حدش هيجيب لنا هديه وما حدش مهتم بينا واحنا غالبا بنسخر من الحاجات اللي احنا مش بنقدر عليها او بتوجعنا او بتضايقنا. كل اللي عايز اقوله هل اليوم ده بالنسبه لك هيعدي يوم وخلاص ولا يوم هيتضاف رصيد حزنك ووجعك وزعلك ويضايقك اكتر ولا يوم هتعرف تستمتع بيه وتتبسط وتعبر عن مشاعرك الحقيقيه اللي جواك. ما فيش شك ان مشاعر الحب هي من احلى المشاعر ومشاعر غاليه جدا ومهم جدا ان انا احس ان انا شخص قيم وليا قيمه وبتحب وقادر كمان اعبر وقادر احب. ولكن هل كلنا مضطرين نعبر بنفس الشكل وبنفس الطريقه؟ الحقيقه اللي بيحصل ان اليوم ده بيكون بالنسبه لنا يوم للمقارنه، بنقعد نقارن نفسنا انا بعمل ايه والكابل الفلاني جالهم ايه وحصل لهم ايه، او ان المفروض ان كلنا نعيش بنفس الطريقه ونعيش بنفس الشكل، نعبر بنفس الشكل بالعشاء الرومانسي او بالهديه او بالقلوب الحمراء، وقد يكون مش ده اللي جوانا خالص. محتاجين نشتغل على اللي جوانا اهم بكتير لان هو الاقيم وهو الابقى. العلاقة الصحية ملهاش شكل مفروض علينا كلنا ولكن بندور على الأنسب لينا والأنسب إن العلاقة يكون فيها شكل من العمق والتعبير الحقيقي مش المبالغ فيه. حالة الحب مش بنعيشها في كل لحظة، في لحظات بتعدي علينا نستمتع بيها ولحظات كتير بتكون صعبة، بس احنا بنسعى إننا نعيش من أول وجديد في حالة صحية تبسطنا. عشان اقدر احب محتاج رقم واحد احب نفسي، مش ممكن اعرف احب حد وانا عندي مشكله في مشاعري لنفسي. عشان اقدر احس بمشاعر اللي قدامي واحس بتقديره ليا محتاج امتن لنفسي واقدرها عشان اعرف اقدر مشاعره. محتاج استوعب ان لطبيعه العلاقه ما بيننا هل اللي قدامي بيحبني علشان نفسي ولا بيحب انعكاس صورته فيا، يعني مستعد يبذل عشاني مجهود ولا لا. محتاج ادور على الخلل اللي ما بيننا واشتغل عليه، ان احنا مش شبه حد ولا لازم نعيش شبه حد، ولا انا عندي توقعات مسبقه لليوم ده ولا عايز طول الوقت اضايق نفسي. حالة الحب مش بس ما بين واحد وواحدة بيحبوا بعض او اتنين مرتبطين، حالة الحب جوانا ممكن نعيشها مع كل فرد حوالينا، بس نعرف نشوفها جوانا الاول قبل ما ندور عليها برانا. يا رب دايما ايامنا حلوة وكل ايامنا مليانة حب وسعادة.